جبنا لكم فيديو جديد. اول حاجه رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو غبرت عليكم غبرت عليكم، ولكن احنا عاود رجعنا عاوتاني جديد فيديوهات جداد، فقرات جداد اللي غادي يكونوا في رمضان ان شاء الله. الفقرات هادو ان شاء الله غادي يكون فيهم استفاده وفيها الضحك في نفس الوقت. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا ان شاء الله على بعض انواع الناس في رمضان. كيف كتشوفوا العنوان ديال الحلقه ديال اليوم هي الصحه، يعني غادي نشوفوا شنو هما الحوايج في رمضان اللي تقدر تفيدنا في الدات ديالنا، وشنو هما الحوايج اللي خصنا نبعدوا منها. هو زعما بغينا ندويو على الماكله، يعني شنو هما الماكلات، شنو هما الادويه، شنو هما الحوايج. ولكن راه رمضان الصيام راه ماشي غير الاكل، الصيام راه حتى الالفاظ اللي كيخرجوا من فمنا، داكشي اللي كتقول الا كنتي كتقول واحد الهضره خايبه ولا هضره خاسره راه بحال كليتي. كل حاجه غادي نشوفوا هي فاش كنمشيو عند الطبيب. الوغ كنا كنعانيو من هذا السؤال هذا باش كنعرفوا شنو هما الادويه اللي كيفطروا وشنو هما الادويه اللي ما كيفطروش. سي طبيب باغي سيرمان شنو عندك؟ بغيت غير نسولك على شنو هما الادويه اللي كيفطروا وشنو هما الادويه اللي ما كيفطروش في رمضان. الادويه اللي كيفطروا في رمضان هو اللي كاين الاكسجين. الاكسجين كيفطر خصك تكون تنفسو بزاف الكاع. بلاتي سي طبيب بلاتي، خصك تعرفني انا باش بغيت. وي هذا كان سؤال خصني نسولك، اذا ما سولتوش اذا خصني نعاود نسولك انت باش مريض سي المريض. انا هو الصراحه كيضرني راسي شويه وكنحس هو الشقيقه صافي. باش نصح الشقيقه الادويه الشقيقه كاينين، باش نقول لك شي ادويه لو رجعتي كملتي كملتي حقاش انت مريض. هادشي اللي قلت لك انت الابره اللي تليق. وباش نعرف انا الابره كتفطر ولا ما كتفطرش؟ برافو، هذا سؤال مناسب وسولتي الطبيب المناسب وما جاوبش كذا الا شي طبيب مناسب. وبحال الابره ولدي اللي كتفطر هي الابره المغذيه، هي اصلا هي سميتها مغذي اذا كتغذي اذا انا قلتها قبيله من الاسميه. وكاين الابر العضليه والجلديه اللي ما كيفطروش، اذا اللي تبقى ديرهم حياتك كامله في رمضان ميطرون كوال ما تفطرش وتصوم مزيان. فوالا. لا سي الطبيب شوف لي شي حاجة أخرى، ما كنقدش على البراوات. إلا ما كنتيش كتقد على البرا بحال أدوية أخرى ممكن تسمى بلاتي. وي كاين دواء مناسب القويلبة. شنو هي؟ حنا الرجال سي الطبيب، كديروش قويلبة. عفاك سي الطبيب شوف لينا شي حاجة أخرى. إذا كنت خفتي من القويلبة. بلاتي سي دكتور، شنو هو داك العجب؟ السي المريض هذا العجب كيقيس درجة الحرارة ديال الفم. مذاق قبلي كيوصل حتى 45 درجه، هو في اماكن اخرى ممكن يديروا حاجه. اسي الطبيب خلي لها رجال مثلا بحال هذاك الربو هذاك اللي تيديروه اللي كتكون فيهم الضيقه ولا شي حاجه هذاك لا يفطر. التحاميل او ما يسمى بالقويلبات عندنا في المغرب، فاذا استعملتيهم هذوك راه ما تيفطروش. قطرات الانف يعني التقطيره ديال النيف هذيك كتفطر، التقطيره ديال العينين الا درتيها ماشي مشكل راه ما كتفطرش. عندنا دوك الاقراص اللي كيديروهم تحت اللسان اللي فيهم امراض القلب، بالنسبه لهذوك راه لا تفطر. اللي كيديروا الاكسجين هذيك لا يفطر. الا مشيتي درتي التحاليل ديال الدم راه لا يفطر. الحوايج اللي غادي يفيدوني في السبور، يعني انا ديما تنفكر تنقول وقتاش غادي نتريني انا، واش نتريني قبل الفطور ولا حتى الفطر عاد نتريني. بالنسبه ليا انا كنفضل انني نتريني حتى مورا الفطور حتى الفطر عاد نتريني، حيت وانت كتريني الدات ديالك خصها الماء. بالنسبه للناس اللي تيقولوا السباحه اولا الغوص واش كيفطر ولا ما تيفطرش، السباحه او الغوص ما كتفطرش. يعني الا كنتي كتمارس هاد السباحه والغوص سير داكشي اللي كدير، سير البحر عوم، سير البيسين دير السباحه والغوص، ولكن داكشي يكون في حدود. بالنسبه لي الا كنا كندويو على الصحه عاوتاني، يعني دوينا على ثلاثه الفقرات. ثالث حاجه غندويو على الاسراف في الاكل، يعني دوك الناس اللي تياكلوا بزاف. واسي واش كنت من ود المغرب وانت كتاكل ما شبعتيش؟ دابا اش بغيتي عندي انا؟ اش بغيتي اسيدي؟ ناكل ما ناكلش ما سوقكش شويه اسيدي. واه كثرتي بزاف. واكاع الا كنتي تاكل كل غير شويه شويه من الحاجه. انا كنشوف بلي كاع دوك الفوائد الصحيه ديال رمضان كتضيعهم على والو. امي دوي ما ناكل اللي يخليني ناكل الحار. نتوما كاع ملي نصحكم يا يعني في رمضان الا بغيتي تاكل يعني ما محتاجش انك تاكل بزاف. وثق بيا في رمضان الا كنتي فيك الوزن، الا كان فيك الوزن كبير وبغيتي تنقص راه غادي تنقص في رمضان، ولكن غير حافظ على الطريقه ديال كيفاش كتاكل. يعني خص يكون داك الشيء متوازن، ما تحاولش انك تاكل بزاف. اللي مثلا كيجيهم الجوع بزاف انهم يكثروا من اكل ديال التمر، حيت التمر كيدي واحد عندك التمر والبنان
يعني التمر هذه من انطلاقا من التجربه ديالي انايا، يعني التمر والبنان هما اللي كيديو واحد المده طويله، يعني كل واحد شنو كيفاش غادي يقول، ولكن انطلاقا مني انايا انا كنشوف لان التمر هو اللي كيدي واحد المده طويله واللي تيخلي المعده باقا شاده حتى الوقيتة فين كيودنا الفطور. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه الاولى وتكونوا استفدتوا معنا وضحكتوا معنا شويه. كنضربوا لكم موعد في الحلقه الجايه ان شاء الله، موضوع اخر في رمضان، انواع الناس في رمضان. واتساب ايفري، تشاو تشاو. اكتب الاصوات اقرا، استشف المفردات وارى همس المعاني بين طي الكلمات، حرف موسيقى سكون.